السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي الصغار في درس جديد من مادة الاجتماعيات. درسنا اليوم عن أفضل شهور السنة الهجرية. وقبل البدء هيا بنا نتذكر سويا ما هي شهور السنة الهجرية. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأول، جماد الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وأخيرا ذو الحجة. وأفضل هذه الشهور هو شهر رمضان، لأنه هو شهر الصيام وشهر العبادات. هيا بنا نقول أهلا رمضان. والصيام أحبائي هو الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، لذلك ننتظر أحبائي ونفرح بقدومه لما فيه من ثواب وأجر كبير. وهيا بنا نتعرف على العبادات والطاعات التي نقوم بها في شهر رمضان، مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء، ولا ننسى أصدقائي إفطار الصائم. ونتناول وجبتين، أولهما وجبة السحور وتكون قبل أذان الفجر، ولا بد أصدقائي أن نحترس. نعم، لا بد أن نتناول الغذاء الصحي مثل الحليب والبيض والخضروات والخبز والجبن وكذلك التمور. أما الوجبة الثانية فهي وجبة الإفطار، وتكون عندما نسمع أذان المغرب، ونتناول أيضا الغذاء الصحي حتى يقوى جسمنا ويتحمل مشقة الصيام مثل اللحوم والدجاج والأسماك والخضروات. ولكن لابد أن نتعلم آداب الطعام ونلتزم بها، نغسل أيدينا قبل الأكل وبعده ونسمي الله. هيا بنا نردد دعاء الطعام، هيا بنا دعاء الأكل، من يعلمه؟ نعم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. ونأكل بيدنا اليمنى ومما يلينا أحبائي، ولا نأكل من وسط الأطباق، ولا وإذا نسينا التسمية نقول بسم الله أول وآخره، كما يجب أن نجيد المضغ ولا نأكل بسرعة ولا نكثر من الطعام حتى تمتلئ بطننا، ونرضى بالموجود من الطعام ولا نعيب طعاما أبدا. وعندما ينتهي شهر رمضان يكافئنا الله بالجائزة. ما هي الجائزة؟ إنها العيد. فالعيد أحبائي هو موسم الفرح، وموسم الفرح والسرور والتكبير وتبادل التهنئة بين الناس وصلة الأرحام، فهو يوم الجائزة حتى يحصل الصائمون على جوائز المغفرة والرحمة والعتق من النار. والعيد نحتفل به بعد اكتمال صومنا، وهو عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير أحبائي بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا باليمن والبركات. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.